للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. سيد عبد القادر النايل، بميثاق الحمدي تقول ان ريشا امريكيه دفعت للسكوت على الوجود العسكري في العراق. يعني من صاحب المصلحه في بقاء القوات الامريكيه في العراق؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. اهلا بكم. العالم المكثف في العراق جاء نتيجه طبيعيه لفشل الاحزاب السياسيه التي رعتها ايران في بناء العمليه السياسيه في العراق التي اوكلتها لهم الولايات المتحده المحتله للعراق منذ 2003. فياتي هذا التوازن وزياده التوازن بشكل علني ان الوكلاء قد فشلوا، وبالتالي على الاصيل المحتل ان يظهر بالمقابل على علانيه لحمايه تواجد هؤلاء الفاشلين. لذلك جاء حقا نتيجه طبيعيه لفشل العمليه السياسيه في العراق. وقدرتنا قدرتنا على فيها من الى التواجد والنزول المكثف لجنود الامريكان في العراق والذي يتسع يوم بعد يوم، وبالتالي انتشاره كبير تماما في العراق كما هو معلوم. مساله ان الولايات المتحده تعطي رشا من اجل السكوت على تواجدها، حقيقه هذا ضرب في الخيال، لان هؤلاء هي من اوجدت الولايات المتحده الامريكيه في حق العراق، وبالتالي يعني التصريحات التي يطلبها البعض على اعتراضه على التواجد الامريكي ما هي الا شماعه من اجل لفت انتباه للولايات المتحده الامريكيه حتى يتم تخصيص هؤلاء المناصب السياسيه ومنع من بعض الامتيازات مقابل هذه التصريحات. والمعلوم تماما ربما افلس من العمليه السياسيه بسبب الضغط الامريكي على ايران ونظامها الموجود من خلال الحصار. نعم سيد عبد القادر، كيف تعكس تصريحات النائب الحمدي الشكل الذي تدار به السياسه في العراق من النخب التي تسيطر على المشهد السياسي في العراق؟ يعني من المؤكد تأتي هذه التصريحات حقيقه في سياق ان هناك ند للولايات المتحده من خلال تلك الاحزاب المهيمنه، وهذا حقيقه لا، لان هؤلاء حقيقه لا يقوون على اي مواجهه، وبالتالي لولا الولايات المتحده لما تم التواجد في المشهد، لان الشعب يرفضهم وهم لا شعب ولا قواه الحقيقيه. لذلك حقيقه تأتي هذه التصريحات ربما لأحزاب من أجل لفت انتباه للولايات المتحدة الأمريكية فهم مناصب أو سكوت عن فسادهم أو عدم إلغاء وجودهم في المستقبل. لذلك حقيقة هذه التصريحات تنص حقيقة على أنه انتشر الذريع لأطراف العملية السياسية أولا وأخيرا، سواء قصد بالرشا، وهؤلاء هم فاسدون. يعني اليوم هم أطراف العملية السياسية يقولون الفساد اصبح اكبر قاسه، وان حتى ميزانيه 2019 الميزانيه الانفجاريه الضخمه ستذهب الى جيوب الفاشلين، ولن يكون العراق اي نصيب منها في عمليه اعماره او في عمليه حقيقه ترقيع بعض الانهيارات الكبيره سواء على المستوى التعليمي او الصحي او الخدمات كالكهرباء وغيرها. لذلك هم هؤلاء هم اصلا بالاصل الفاسدون، هم ياخذون اموال الشعب العراقي ويقتلون اي رساله من اي شركات، وبالتالي معهم كل الشركات العامله في العراق سواء بالقطاع النفطي او الخدمي او الاعماري، كلها دفعت رشها لتلك الميليشيات او الاحزاب السياسيه. ومن المعلوم حاليا اي مقاوم او اي اعمال في اي وزاره ياخذ على عمل لا بد ان يدفع لصاحب الحزب الذي يسيطر على الوزاره سواء وزارات كالصحه وغيرها، وبالتالي هذا ينعكس على عدم وجود على ارض الواقع ميدانيا وهو العراقيين ورئيس المشاريع الوهميه الكبيره في العراق. هذا حقيقه لب العمليه السياسيه، فلا غرابه ان يستقبلون رشوه او ان ياخذون اموال مقابل اشياء معينه، فهذا هو منهجهم الاصلي، لانهم كلهم فاسدون وكلهم يريدون سرقه الاموال العراقيه، ومعلوم انهم يهربونها الى الخارج لانهم لن يبقوا في العراق. في هذا الاطار حقيقه تنعكس انه فشل العمليه السياسيه بكل اطرها بخلال هذه التصريحات الحقيقيه والواقع. سيد عبد القادر، النائب محمد البلداوي يقول بان واشنطن تسعى لارباك الوضع في العراق لتبرير بقائها في العراق، كيف تفسر هذا التصريح وعلى حساب من يتم هذا الارباك؟ يعني هذا الارباك ياتي حقيقه على حساب السياده العراقيه،
التي هي اصلا غير موجوده منذ عام 2003، وبالتالي هذا استهداف الشعب العراقي، وان هناك تفارق موجود وتبادل او ادوار بين الاطراف السياسيه من اجل ارباك الوضع. والا حقيقه انه الاتحاد العراقي جمله وتفصيلا هو الذي سيذهب بالحل النهائي، لان الشعب العراقي قادر على ان يذهب باتجاه الحل الشامل وان يستعيد سياده بلده. ومن يؤخر هذا حقيقه هي الولايات المتحده التي تلعب على المتناقضات، تدعم الاطراف وتريد عدم استقرار الوضع للبقاء الاطول. والا فان الولايات المتحده غير معنيه بان تصنع تدميرات بتواجدها، فهي غزت العراق شرعيه دوليه، وبالتالي اليوم عندما تتواجد في العراق ايضا تتواجد بطريقه هي تريدها، وبالتالي على التوازن. والا فتاتي هذه التصريحات حقيقه لتبادل ادوار معينه بين الاطراف السياسيه على حساب الشعب العراقي وسيادته، وعلى حساب العراق التي تتدهور حقوقه حقيقه هو المواطن العراقي الفصلي. نعم، هل يمكن ربط تصريحات النائب البلدوي زياره مساعد وزير الخارجيه الايراني الى بغداد ولقائه بعبد المهدي؟ بالتاكيد يعني تاتي هذه حقيقه في سياق صناعه توازن اكبر، وبالتالي الايرانيون يريدون الهيمنه على العراق وعدم خساره اي ما تحقق من مكاسب اقتصاديه وعسكريه وامنيه، وما تحقق من دخولهم في المشهد العربي من خلال العراق ومد اذرعهم الميليشياويه في كل منطقه. هذا كله حقيقه ياتي في سياق ان تاتي الاطراف الايرانيه ومنها هذا اللقاء، والا دبلوماسيا كيف يمكن ان يلتقي وكيل وزير او وكيل وزير خارجيه؟ لكن معلوم تماما انه هذه الحراك ياتي في سياق صناعه لوب ايران اقوى من الولايات المتحده داخل العراق، وبالتالي الانفتاح اكثر وتشديد اجندات اكثر خطوره على الشعب العراقي في الايام القادمه. عبد القادر النايل، السيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.